اول حاجه سيده عائشه، يعني كيف تلقيتي الخبر ديال رئاسه المغرب لهذا المجلس هذا؟ تفضلي. اكيد هي كانت واحد لحظه انتظار شاقه على النفوس الصعبه، يعني رغم ان كنا متاكدين في عداله التصويت منذ رواج خبر وشيوع خبر المنافسه المحتدمه بين المغرب وجنوب افريقيا لرئاسه الدوره 18 لمجلس حقوق الانسان باسم افريقيا. كانت الكواليس دائما تتحدث كواليس داخل مجلس حقوق الإنسان، أذكر هنا المنظمات الدولية، التمثيليات العضوة للدول بمكتب جنيف للأمم المتحدة، وأيضا للدول الملاحظة والمنظمات الدولية الملاحظة، أيضا كانت تتحدث عن أن الكفة تميل بشكل كبير جدا نحو المغرب، وهو الذي سوف يفوز لا محالة بهذا الفوز. اليوم العملية الديمقراطية عبر الاقتراع السري في جلسة اليوم وفق النظام الداخلي الجمعية العامة للأمم المتحدة داخل مجلس حقوق الإنسان تنتصر للمغرب. أكيد هذا الانتصار هو انتصار جد مستحق. نقول اليوم أن المغرب حصد ما زرعه خلال سنوات طويلة من العمل الجاد والشاق والملتزم والمنضبط والملتزم أخلاقيا. نقول اليوم بأن المغرب حصد ما زرعه خلال سنوات طويلة من العمل الجاد والعمل الشاق أيضا والعمل الملتزم والمنضبط والالتزام الأخلاقي الكبير جدا. المغرب عمل خلال أكثر من عقدين من الزمن من خلال سياسة ذكية فطنة متبصرة حكيمة، أيضا انتصر لخياراته الاستراتيجية الكبرى، انتصر لخياره الديمقراطي، كان حاضرا بشدة في عديد المبادرات الحقوقية والأممية الداعية للانتصار لحقوق الإنسان للأمن والاستقرار وثقافة السلم والتعايش السلمي. المغرب من خلال شراكاته الندية واشتغاله على القضايا الكبرى أيضا حصد سمعة جد طيبة، كذلك الشريك القوي المنضبط الملتزم أيضا. المغرب اليوم توج بشكل مستحق نظرا لسجله الحقوقي وإرثه الحقوقي أيضا. هو حاضر اليوم كرئيس لمجلس حقوق الإنسان، هذه الصفة الرمزية الكبيرة جدا التي سوف تشكل محطة جديدة للمملكة المغربية، هي اليوم تعيش هذه المحطة الديمقراطية، المحطة الاستثنائية، يوم يبصم في سجل المغرب أيضا من خلال تبوئه لرئاسة مجلس حقوق الإنسان، والتي هي تكليف أيضا ليس بالهين. المغرب يجب أن يستمر أيضا في إظهار تلك المهنية وتذلك. نعم، هذا هو السؤال. نعم، هذا هو السؤال سيدة عائشة، يعني شنو هي يعني الكلفة ديال رئاسة المغرب لهذا المجلس على المستوى الداخلي الوطني؟ نعم، قلت سابقا بأن هو تتويج بالدرجة الأولى، ولكنه تكليف ورهان أيضا واستحقاق كبير جدا. سوف يخوض من خلاله المغرب تجربة كبرى حقوقية على رئاسة مجلس حقوق الإنسان، يجب أن يظهر ذلك الجانب المحايد الحكيم كما قلت والمهني بالدرجة الأولى في عديد القضايا. والمغرب ليس مبتدئا في هذا المجال، فهو خاض عديد المبادرات وقادها أيضا داخل مجلس حقوق الإنسان كدولة عضو لمرتين وكدولة ملاحظة، أيضا كان حاضرا بقوة في عديد المبادرات مع باقي الدول الأعضاء داخل مجلس حقوق الإنسان، وأكيد أنه سوف يقود هذه المحطة بامتياز. سوف تكون له بصمته داخل مجلس حقوق الإنسان كآلية أمم
الأممية. وأكيد أن كما قلت التجربة المغربية الواعدة والكبيرة جدا في هذا المجال، أيضا دبلوماسية المغرب على مستوى يعني انفتاحه على القارة الإفريقية، نرى اليوم خيوط تنسج نحو تلك الاستراتيجية الكبرى لبناء قارة إفريقية كبيرة قوية ندية على مستوى وعلى قاعدة رابح رابح، كانت حاضرة ومن خلال نيل المغرب منذ شهور لثقة الاتحاد الإفريقي لدعمه لنيل رئاسة مجلس حقوق الإنسان باسم إفريقيا. المغرب أيضا سوف من خلال هذه الرئاسة وانفتاحه على شراكات دول وقارات أخرى، كانت هذه اللمسة حاضرة جدا، يعني كل الخيوط تتشابك لتضعنا في الصورة حول أن المملكة المغربية ماضية في بإصرار وبشكل قوي جدا في ذلك المسار الذي رسمته لها. المغرب اليوم يكرس نفسه تلك المملكة، ذلك البلد القوي المنضبط الملتزم بوفاء الملتزم بالتزاماته الطوعية وغير الطوعية، المنفتح على الرقابة الدولية، المعزز لثقافة حقوق الإنسان، المعزز لحقوق الإنسان وبالنهوض بها أيضا. المغرب اليوم حاضرا ويقول ها أنا في رئاسة مجلس حقوق الإنسان، وأكيد أن هذه السنة سنة 2024 الدورة 18 لمجلس حقوق الإنسان ستكون شاهدة على بصمة المغرب لتسيير مجلس حقوق الإنسان. أكيد أن الأمر سوف ينعكس داخليا، نذكر بداية ذلك الزخم والحبور الداخلي، لأن كل استحقاق نناله بفضل سجلنا التاريخي وسجلنا الحقوقي ومنجزات المغرب هو يكون محطة أخرى للحمة الاجتماعية والوطنية والمواطناتية داخل المغرب. اليوم المغرب سوف يعيش زخما من نوع آخر، استحقاق يعطي دفعة أخرى أمام الانتصارات الأخرى للمملكة المغربية، وأكيد هذا الأمر سوف يكون له ما يكون من إيجابيات وأثر جيد على المستوى الوطني، وخصوصا أذكر هنا كل تلك الآليات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وتعزيزها، أيضا المؤسساتية والوطنية منها، وأيضا حتى الحركة الحقوقية داخل المغرب سوف تستبشر خيرا بهذه المكانة وهذه الرئاسة للمملكة المغربية على رأس مجلس حقوق الإنسان.